صوت الكويت الغالي عبد الله رويشد ابو خالد. وانا اغني الاغنيه كنت اشوف هذا الفيديو وانا اكلمه قدامه. بكاء احلام ونصحتها للبنات في حفل الكويت. ليه زعلتوا؟ ركبوا الطياره فاكر مستنسوا سووا شوبينج عيشوا حياتكم. ايوه والله تعبنا واحنا راضي. الحمد لله أبشركم إني بخير وشلت الجبس وبكون مستعدة بكرة للحفل. وفعلاً ده اللي حصل، فقدمت أحلام واحدة من أروع حفلاتها وطلت بفستان كان أشبه بقطعة مجوهرات ضخمة من تصميم زهير مراد من مجموعة كوتور 2024. أحرق بها جسدي وكل جوارحي. واهتمام أحلام بالحفلة دي تحديداً سببه إنها بترجع تغني في الكويت بعد 7 سنين من الغياب، وشوق الجمهور الكويتي ليها كان أكبر، فشفنا التفاعل الكبير مع كل مومنت من الحفل ده اللي استمر إلى ما بعد منتصف الليل. رائع طبعاً، أكيد رائع، أكيد كلكم شفتوا الحفاوة والترحيب، خصوصاً إن اليوم يعني في شغل وبكرة في دوامات رسمية لين 1:30 إحنا على المسرح. سهرتيهم؟ يعني سهرناهم وبكل حب كانوا موجودين، ومو بغريبة عليهم هالمحبة أهل الكويت. والضخامة كانت في كل تفصيلة في الحفل ده اللي نظمته شركة ليلة عمر بالتعاون الأول بينها وبين أحلام. أهم شيء في التعاون خصوصاً أول تعامل أنه في مصداقية في العمل، صراحة كل شيء كان بيرفكت معاهم، يعني كل اللي انكتب وحتى اللي ما انكتب في العقود تنفذ بحذافيره. أبغي أشكره من قلبي، وأنا أقول لك وقلت من شوية أن اللي لمست بعد أن أنت ما تشتغل عشان تسوي حفلات بس، أنت تشتغل لأنك أنت تحب الكويت. وعلى المسرح رافق أحلام أكتر من 80 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وقدمت عدد كبير من أجمل أغنياتها. ونحن بعد حرصنا انه نسوي اغاني من القديم، وحطينا اغنيه من التراث من سامريه، ضفنا طبعا جديدي اكيد. فمن الفولكلور الكويتي قدمت يا سعود، واطربت الجمهور باغانيها زي احتاجك انا، مثير، تدري ليش ازعل عليك، تحس فيني، عيوني بس، تسولف عبرتي، مع السلامه وغيرها. وبلحظة مؤثرة ما قدرتش تحبس دموعها لما غنت لمع قلبي من ألحان عبد الله الرويشد اللي بيتعافى من أزمة صحية شغلت محبيه ومنهم أحلام. الأغنية لشخص فنان وعملاق هو صوت الكويت الغالي عبد الله الرويشد أبو خالد. على فكرة أنا في اتصال مباشر معاه، ومن كم من يوم فتحت معاه فيديو كول، يعني أفتح أنا معاهم، قلت له حبيبي أبو خالد أنا بغني في الكويت وبغني أغانيك اللي لحنتها لي، وإن شاء الله مرة ثانية تجي ونسوي حفلة أنا وإنت في الكويت. أشوفه وأشوف ردة فعله وايد عورني، يعني وأنا أغني الأغنية كنت أشوف هذا الفيديو وأنا أكلمه قدامه. والبكاء كان حاضر كمان بس في نصحتها للبنات إذا حزنوا بسبب الحب. بنات اسمعوا اسمعوا، ما أحد فيكم يبل الدمع منديله. ليه زعلتوا؟ ركبوا الطيارة سافروا واستانسوا سووا شوبينج عيشوا حياتكم. والله تعبنا واحنا راضي تعبنا. وكالعادة أحلام ما نسيتش زوجها مبارك، فغنت له أغنية خصوصا إن الحفل جه بعد يوم واحد من عيد جوازهم. أقول له وياك وياك خليني وياك ما أقدر بلياك، تعرف إني أحبك. موجود المرة؟ لا هو في الحج، بس هو وصل من الحج بس يعني ما حضر.